هي رياضة الفن النابلة والملاكمة، لعبة الخفة، القوة والأخلاق الحميدة. رياضة أبدع فيها الكثير ودخلوا تاريخها من أوسع أبوابها. هو الحال عند ابن مدينة بوفاريكا المولود في الرابع من شهر جويلية عام 70، موهبة وجدت فيها كل صفات البطل وخلقت لتكون أسطورة حية تسمى محمد بن قاسمية. رجل الضربات القضية، عشق رياضة الملوك فأحبته هي الأخرى وجعلت من اسمه أشهر من النار على العلامة على صفحات كتابها. ففتى الجزائر صال وجال ورفع النجمة والهلال في كل ترحالة. هو الذي بزغ نجمه في البطولة المغاربية عام 89 بإحرازه بطولتها للوزن الثقيلة، ليخوض بعدها ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 93 ويحرز فيها المركز الثالث. إصرار بن قاسمية على العودة إلى الذهب جعله يعود لتقلد المعدن النفيس سنة 95، وبحجر أصاب عصفورين هما البطولة الإفريقية والدورة العالمية ببخارست الرومانية. عشقه للألقاب وحبه للرياضة مكنه من الثأر والظفر بالمركز الأول لألعاب البحر الأبيض المتوسطة سنة 97، وأربع سنوات بعد خسارته لها، ليعود بعدها بسنتين ويحرز لقبه الثاني إفريقيا ويتحصل على لقب بطولة ما بين القارات، ليطلق عالم الهوات سنة 2000 ويدخل عالم الاحتراف موطن الأقوياء وأرض التأكيد على موهبتها والتي كان أول ألقابه فيها، بطل ما بين القارات لسنة 2001 بالأراضي الدنماركية، لتجعل سنة 2003 من بن قاسمية بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة WBB، ويليها بلقب بي عام 2004 و2005 ويتوج بأوسكار أحسن رياضي لذات السنة حسب WBB، ويفرض نفسه بعدها بسنة سيدا لألعاب البحر الأبيض المتوسط. بن قاسمية الذي بلغ عامه 37 عام 2007 لم يكن بعد شفي غليله من الألقاب التي رفضت هي الأخرى إخلاء السبيل في وجه محمد الذي فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل لمنظمة EBF، ليغيب عن منصة التتويج لغاية سنة 2012 التي حاز فيها حزام بطولة العالم EBU. محمد بن قاسمية الذي شارك في 46 منازلة احترافية لم يخسر فيها سوى في 3 مناسبات، وفاز من خلالها في 33 صراعا بالضربة القاضية، جعلت منه باقتدار رجلا للKO أو الضربة القاضية، وصنعت منه القيمة الثابتة في عالم الملاكمة الجزائرية الإفريقية المتوسطية والعالمية.